وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسواق العالمية وقلة الواردات. صعود المواد الغذائية بسبب يعني السبب الأساسي هو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت إلى قلة الواردات من المواد الغذائية، لا سيما الحبوب يعني وبعض المواد الإنشائية أيضا كذلك اللي تستورد من الصين من روسيا ومن أوكرانيا. الإضافة لزيادة أسعار النقل، يعني حيث بالآونة الأخيرة يعني من سنة تقريبا أو أكثر ارتفعت تضاعفت أسعار النقل الدولية، يعني صارت أكثر من أضعاف. يعني حقيقة بالنسبة للحاوية كانت ممكن ب 700 دولار او 500 دولار، هسه صارت تقريبا 2000 دولار يعني. فهذه طبعا كلها في يعني كلها اضيفت الى السلعه يعني. الحقيقه مجلس الوزراء باجتماع الاخير قرر رفع الجمارك على المواد الغذائيه وانطى مده 3 اشهر، شهرين وعدلها الى 3 اشهر. هذه المده في اعتقادنا انه غير كافيه، لان التاجر عندما يذهب للاستيراد ويتعاقد مع جهات اجنبيه يراد له وقت حتى وصول يعني شحن البضاعه وتخليصها ووصولها الى المنافذ الحدوديه، وبالتالي تكون مده منتهيه والقرار يصبح غير فاعل او غير ذا نتيجه. موضوع المنع ايضا، يعني كثير من البضائع يعني خصوصا في موضوع اللحوم والدواجن وغيرها، الان يوجد منع، والبيض يعني اللي هي تعتبر مواد اساسيه للمواطن العراقي، هذه ممنوع استيرادها. نعتقد انه لضروره تخفيض اسعارها ولضروره الوضع الاقتصادي اللي يمر به البلد، نعتقد بانه يعني ممكن رفع جزئي عن هذه البضائع، رفع المنع عن جزئي عن هذه البضائع يعني.